السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد وطريقه جديده وفكره جديده ديال العدس. المهم البنات، هذا العدس كنت طقته عند صديقه ديالي ودابا جيت نشاركها معكم. لهذا الشيء غادي نحتاجو مطيشه كبيره قطع اطراف، معدنوس، ثومه، البصله وخيزو، والعدس من طبيعه الحال. غير هو العدس البنات تقدر تستعملوا العدس الابيض، انا استعملت هذا البرتقالي. هنا في كاسرونه غادي ندير عويدات ديال الكرافس وغادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت. غير شويه البنات، ماشي بزاف، قياس معلقه ونص هكاك ديال الزيت. هنا نديروا البصله ونزيدوا عليها المعدنوس والثومه، غير جوج دروس ديال الثومه البنات، ماشي بزاف. مطيشه حتى هي، انا مطيشه بقات لاصقه لي شويه في داك الطبيصيل، غادي نهبطها بمعلقه. ودابا غادي ندير خيزو البنات. خيزو راه كيشد شويه الطياب، داكشي عشان نخليوه يطيب هو الاول، وعاد من بعد نديرو العدس هي الاخرى البنات، باش هكا ما طيبش دغيا. نزيدو شويه الملحه. غادي نديرو العدس هي الاخرى البنات. المهم انا هنا في هذا الفيديو قبل ما نصور انا كنت طيبتها من قبل وطابت لي دغيا، مع درتها في الاخر نيت، ولكن جهدت لها البوطه. نديرو شويه ديال الابزار، شويه ديال سكنجبير وشويه ديال الخرقوم. المهم هي طريقه سهله وبسيطه، غير هي في المذاق البنات كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوها. المهم غادي نخليو هذا الشيء يتقلى شويه، يتشحر مزيان، نديرو شويه الماء ونخليوه يتشحر، وعاد ديك الساعه نرجعو نديرو العدس ديالنا الطيب. المهم خليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا شنو غادي نصوب معكم، شمنشلاضه غادي ندير معاها باش غادي نرافق هذا الطبق. دابا البنات ها هو الخليط ديالنا اولا المقادير ديالنا، كيتشحروا الكاغوت، الخيزو مع الكرافس مع العطريه والثومه، نخليهم يتشحروا مزيان وعاد نديروا داك العدس. دابا غادي نزيد لها شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا، زدت لها شويه، مرقتها شويه، وعاد غادي ندير لها العدس دابا حتى الاخر البنات، حتى كيكون داك خيزو شد فيه الطياب شويه، يدخلوا الطياب شويه صافي، وكنزيدوا داك العدس ونخليوها تغلي غير 10 دقائق البنات ولا ربع ساعه ماكسيموم. لحقاش راه دغيا كطيب، دغيا كطيب البنات. انا غفلت عليها شويه وخليت لها البوطه مجهده، هانتوما كيفاش جات طابت بزاف. المهم نتوما منين تجيو طيبوها خليوها غير 15 دقيقه باركه. انا غنزيد معاها مركز دابا، كيعطيها واحد المذاق رائع وكيبننها، كيعطيها البنه، هي اصلا بنينه ولكن كيزيد يعطيها واحد المذاق مختلف على اللي كنديروها دائما. دابا غادي ندوز نصاوب معكم واحد العصير اللي كيجي زوين وبنين حتى هو. بداك الياغورت اللي كنت شاركته معكم خطره اخرى اللي كنت خديت من المكازا ديال تشيرك. المهم دابا غادي نبداو نصاوبوا العصير ديالنا. غنديروا الحامض وداك الياغورت والباربا وسميتو لي زورونج البرتقال، هذا هو العصير اللي غادي ندير معكم البنات. غير كيجي زوين ورائع رائع بزاف بزاف، لا في المذاق ولا في الشكل. المهم دابا غادي نديروا الحامض ونديروا الباربا والبرتقال ديالنا ونطحنوهم مزيان، وغادي نصفيهم من بعد البنات. ملي غادي نطحنوهم غادي نصفيوهم، غادي نزيدو شويه ديال الماء على داك الشيء الاخر، على المقادير اللي حطينا في الميكسر باش يتطحن كلشي مزيان.
فوالا غنديرو غير كاس، ماشي بزاف باش ما يجيناش باسل من بعد، لان العصير ديال البرتقال اصلا غادي يطلق الماء، والحامض حتى هو كيزيد يطلق الماء ديالو، فلا داعي اننا نعمره بالماء اكثر، غيكون كافي هكا بحرك كيجي لك المذاق زوين. دابا من بعد ما صفيناه البنات، هانتوما كيفاش جا. دابا غادي نزيدو فيه داك الياغورت، انا درت فيه غير 3 ديال المعالق البنات، نتوما تقدروا ديروا اكثر الا بغيتوا، 3 ديال المعالق كبار كافيين بالنسبه ليا، جاني هو هذاك، نتوما تقدروا ديروا اكثر الا بغيتوا على حسب الكميه اللي غادي تستعملوها. المهم راني رونت الكوزينه هذا النهار مع العصير ومع الطياب، راكم عارفين الكوزينه كترجع حالتها حاله. المهم دابا ساليت العصير ديالنا، طحنتو صاي، غادي نخويه في الكيسان دابا وتشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش. ما تنساوش البنات ديروا فيه السكر، انا راني ما كنديرش فيه السكر بزاف، درت غير شي جوج معالق في داك الكاس كامل ديال العصير. وانتوما كيبقى لكم الاختيار، اللي بغى كيدير السكر كيديرو، وكاين اللي كيفضل ما يديرلوش السكر كيخليه بلاش، وكيبقى لكم الاختيار. اسمحوا لي البنات شويه الصوت ديالي مبحبح، راني مروحه شويه، داكشي علاش الصوت ديالي شويه عيان. المهم انتما كيفاش كيجي العصير ديالنا، كيجي غزال البنات غزال، غير جربوه عرفتي، ما غاديش تندموا عليه، النهار اللي غادي تجربوه غتوليو مدمنين عليه، غتبقاو ديروه دائما. وكان هذا هو الفيديو اللي اقترحت عليكم اليوم وفكره اليوم، نتمنى يعجبكم، وما تنسونيش ملي لايك والاشتراكات. من طبيعه الحال مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي، قناه ساره استيوس، ونتمنى انكم تتبعوني دائما وتشجعوني باش نزيد نجيب لكم الجديد كيف ما العاده، افكار ساره، افكار جديده، وكل نهار فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله. انتم الطبق ديالنا كيفاش جا، رافقته بشويه ديال الزيتون مع الشلاضه ديال القمح البنات، غادي نشاركها معكم من بعد باش تعرفوا كيفاش درت لها وشنو درت فيها. المهم كانت هذه هي الطبيله ديالي اليوم، وهذا الشيء اللي درت فيها، وبصحتكم وراحتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، او فكره جديده وقادمه ان شاء الله يا ربي. وما تنسونيش في الكومنتير الا ما فهمتوش شي حاجه، اولا ما عرفتش الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه، طرحوه ليا في الكومنتير ونجاوبكم ان شاء الله. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله وفكره جديده مع افكار ساره ساغا استيوس. هذه هي الطبيله ديالنا البنات، نتمنى انها تعجبكم، وما تنسونيش من تعاليقكم الزوينه اللي كتحفزني وكتشجعني انني نزيد القدام ونزيد نجيبكم الجديد ونبارطاجي معكم الحاجه اللي كنعرف واللي كنتعلم.